لو حد مثبتك على رقبتك بالسكينة بالشكل ده، الإيد الشمال هتطلع، الإيد الشمال هتطلع، هتاخد إيده ديت الناحية دي كده أهو، والإيد اليمين هتاخد ديت وينزل بيها كده. ما الإيد الشمال هتطلع مع الإيد اليمين في نفس التوقيت، الإيد الشمال هتاخد دراعه دوت لبره كده، والإيد اليمين هتاخد رقبته الناحية التانية كده. الإيد الشمال هتطلع من هنا اهو، من عند مفصل الريست، من عند مفصل الريست والقبضة بالظبط، الحتة دي هتطلع من هنا اهو، وهتاخد الإيد ديت كده نفس التوقيت اللي أنا بنزل بيه، الإيد اليمين بتكون أخدت الرقبة دي ونزلت بيها بالشكل ده أهو، الاتنين مع بعض اهو. ديت هتاخد المفصل هتلفه بالشكل ده، والقبضة هتلفها بالشكل ده، وديت هتاخد الرقبة وتنزل بيها الناحية دي. هتمسك من عند المنطقة ديت كده، هتلفها لبره بالشكل ده في نفس التوقيت، الإيد اليمين هتكون طلعت وأخدت الرقبة ونزلت بيها كده أهو. الإيد الاتنين هيطلعوا مع بعض، الإيد الشمال طلعت أخدت القبضة من هنا أهو، وهتلفها لبره بالشكل ده، والإيد اليمين هتاخد الرقبة وتنزل بيها بالشكل ده.